وطلبنا الستر كان هدفي العيلي والعشرة حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب جوزنا وهدية الحكاية أما رايحة وأمي جاي طلعت لي قصص بخباية وشي مو محسوب جوزنا وطلبت الستر كان هدفي العيلي والعشرة أصابيع العشرة مش عليك انت بقلبي جوا وبرا قلبي بتضلك تفهم كلماتي والنظرة بتفهم كلماتي والنظرة بس بالمقلوب جوزتها وطلبت السترة كان هدف العيلة والعشرة حبيتها من أول نظرة ما رايحة وأمي جاي قلبي قصص مخفاي شي مو محسوس انتي أغلى شي بحياتي يا ما قلت لي بس عندي شغلي ورفقاتي يا ما شرحت لي قالت لي تكرم يا حياتي ومن وقت خصوصياتي ما شفت بنوب أبو عبدو وينه هذا؟ أبو عبدو يا أبو عبدو عم تناديني استاذ بعتذر أنا غرفة لا تأخذني أبو عبدو وين كنت؟ نص ساعة عم دق لك من ساعة قلت لك روح اعمل لي فنجان قهوة زعلان مني؟ بعدك شربني قهوة؟ هيك أبو عبدو هيك استاذ أنا ما بدي شربك قهوة استاذ والله أنا بتاخذ عيوني استاذ بس بصراحة كنت مشغول هيك في شغلة صغيرة 10 دقايق بتقول قهوة عندك استاذ خلص شو 10 دقايق؟ بشو ملتهي؟ احكي اعترف بشو ملتهي؟ في الحقيقة استاذ ابني امبارح بعث لي لعبة اسمها كندر كراش استاذ يلعن اخت اللعبة يا استاذ قديش بتسلي لك بتطير عقل ادمان لك استاذ ادمان شغلة كثير حلوة ايه مو لهالدرجة ابو عبدو هات لنشوف شوف استاذ هي كندر كراش استاذ حلوة كثير ها ليك استاذ ليك قديش حلوة امبارح تعلمتها استاذ ليك قديش صرت واصل مراحل فيها 60 ايه والله حلوة يعني؟ كثير استاذ، ليك يا استاذ، دول كل ثلاثة هيك جنب بعض تضربهم، ليك كيف هالوجه استاذ استاذ اجت، ظريفة كثير والله يا استاذ هذا شو؟ هيك؟ كندر كراش استاذ اسمها كندي كراش ايه استاذ هيك هيك الكراش ظريفة كيف بيهرب استاذ؟ ايه وهي فيني انزل انا على موبايلي؟ ابوها ما بعرف استاذ، اسألك ابني عبدو استاذ أهلين حبيبتي يا الله يا الله كان بقى يعني شوي وكنت خلصت شو هي؟ يا الله قال شو خلصت؟ هي الكاندي كراش عم بتسابق أنا وبنت عمتي يلي عايشة بدبي عليها وهلأ هي الحيوانة وصلت للمرحلة يلي أنا وصلت لها لك يعني بأي دقيقة ممكن هي تسبقني؟ أنت عم تفهمي؟ عم تستوعبي؟ لك ما بيكفي سرقة الرجال يلي أنا كنت بدي أتجوزه وهلأ هي عايشة معه بالإمارات متهنية وأنا عايشة مع هذا الدب أبو وسيم مثل البقرة شو دخل هي بهي ما فهمت لك شلون شو دخل هي بهي لك شلون انا رح فهمك
حبيبتي انا كنت بدي اتجوز الرجال يلي هي هلا متجوزته، قام هي شو عملت؟ سبقتني وتجوزته، مشان هيك انا هلا بدي اسبقها بهي اللعبه، مشان حسسها هي شو عملت فيني، عم تفهمي؟ بتعرفي هذا البدوي اللي اخذ تاره بعد 40 سنه؟ انا هلا هيك بدي اعمل فيها، بدي ضل وراها، ضل وراها لحد ما افضح بكل الاوساط العائليه وانتقم منها. ايه لكن لازم تنتقمي حبيبتي، اوعك هو؟ اسمعي اسمعي جاني ارواح جديده. روح روحي جبناك يا عبد المعين لتسلينا، طلعت جايب تسلايتك معك ونسيتنا. مرحبا يا استاذ قصي. اهلا اهلا استاذ احمد، اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ تفضل استاذ تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كيف صحة استاذ؟ الحمد لله. قلت اجي لعندك هون بمكتبك، الحكي والنقاش اريح من مكتبي، لانه ما شاء الله واحد فايت واحد طالع عندي. ايه بتشرف باي وقت استاذ، بعدين المكتب مكتبك. تسلم يا رب. شو بدي اسالك، شو صار بالاقتراحات اللي طلبتها منك مشان تطوير القسم الفني بالجريده؟ صارت جاهزه؟ يعني تقريبا استاذ. كيف يعني تقريبا؟ الحقيقة هيك انشغلت بكم شغلة وما فضيت لها. مسلسل ولا غنية؟ والله الأمانة يعني لا هي ولا هي. لكن شو؟ لا الصراحة صراحة بلعبة الكاندي كراش ما بعرف بدك تضحك علي أو لا، بس يعني شلشنا فيها. بأي مرحلة صرت؟ كيف؟ بأي مرحلة صرت؟ أنا بال 25. ايه؟ بس ما عم بعرف لاقي الأرواح. عمل أرواح جديدة لك أو هات لعلمك. هات أنا صرت بالمرحلة 220. شوف عيني أستاذ. بيتك يا أمتي قعدت تنتقم بالكاندي كراش، لك شو هالجبة هي؟ بس يجي قصي بدي اقول له اياها، بركي بتنعمل شي لوحة. أهلين يا بيبي. أهلين حبيبي، شو مطول الغداء؟ عم تحكي معي ولا بالموبايل؟ معك معك. اطلع فيني. مطول هلا الغداء؟ لا مو مطول، يعني هلا أنت لبين ما تغير ثيابك بتغسل إيدك بيكون جاهز. كون جاهز. يلا حبيبي الأكل جاهز. يلا حبيبتي أربع حركات. قصاي انت فيك شيء؟ لا حبيبي. ليه؟ يعني شو ليش؟ يعني احنا صرنا هلا على الغداء وبعدك كامش الموبايل، عم تحكي مع شي حدا او ناطر تليفون من حدا او مسج؟ لا روحي لا، بس بدي اخلص هاي المرحله. مرحله شو حبيبي؟ هاي مرحله بلعبه الكاندي كراش. ايوه. طيب انا بعد الغداء بدي اطلع برا البيت. وبعدين معي شيلي لي بقى هالزفت من ايدك. لا تعملي هيك، شيلي بقى. كان اختك داي خلي وطاقة روحي جاي شوفك بدي احكي معي. يعني شو هالشي مون بالموبايل؟ عم بقول لك شيلي من ايدك ريما. لك يلا بس دقيقة، هالمرحلة صار لها يومين معذبني وما عم تخلص. مرحلة شو بقى؟ كندي كراش. يا الله شو فيها تحدي وبتسلي، بتجنن. لك تخيلي ما عم بقدر اتركها وانا عم بتمكيج عم بلعب فيها، وانا عم ساوي شعري عم بلعب فيها، بتجنن. لا واضح حبيبتي واضح كثير. ليكي ريما، إذا ما رح تشيلي من إيدك وتحكي معي، قايمة رايحة هالبيت.
يلا يلا رح افضلك بس دقيقتين حصبتيني باقي هالحركه اطلبي شيء لبين ما خلصت يلا شو تشربي شو تشربي شو ما بدك مساء الخير مساء النور شو من امتى ما بتسالني كيف كان مشواري انبسطتي ما انبسطتي ان شاء الله انبسطتي لا ميرسي لك انبسطت كثير صراحه بدك تتعشى شيء اعمل لك قهوه بدك تنام نقصي عم حاكيك لك طولي بالك نخلص هالمرحله لك تضرب المرحله على كاندي كراش خلينا نشوف كيف بدها تنفعك هي انا فايت نام يا الله انت كمان شو صليك حركه وحده كنا ربحنا معقول تكون نامت العب مرحله ولا خلاص يلا بلعب مرحله وفوت بنام ليك ما كلف خاطره حتى انه يرد علي شو اعمل طب غراضي وروح رح يقولوا انه عقلي صغير غيراني من اللعبه بس والله هيك كتير يعني انا كمان بني ادم بشويه احساس شويه مشاعر اكيد حس على دمه جاي صالحني رح اعمل حين هيك نايمه يلا ما رح ازعجك وفيقك دبر حالي انا وباكل لي شي شغله اكيد انت اكلي برا بعدين إذا ترك دقيقة ألو إيه مامي مامي بتتركي كيش وبتجي لعندي هلا لا أري ما مو أهم مني ولا زيارتك الاجتماعية هلا بدك تجي لعندي والله والله يا ماما إذا ما بتجي لعندي لا أنا بنتك ولا بقى تسمعي صوتي ماشي يلا باي خير شو بدك؟ انت يلي عملت هاي العملة عملت شو؟ انت يلي عمل هالعملة ما في غيرك اصلا امبارح بالليل ما كان في غيري انا وياك بالبيت ولحد ما نمت كانت موجودة فت الصبح ما لقيتها لك وين راحت؟ شو بعرفني؟ شوفي انت حضرتك وين حاططيها؟ لك لا تجنني ببرودة اعصابك جاوبني على قد السؤال اسمعي من غير شيء انا تأخرت على شغلي ولا تخليلي جناني يطلع عليكي من الصباح ولك انت يلي لسه ما شفت جنوني هلا بدك تقلي وين راحت شو وين راحت وين بدها تروح يعني وين بدها تروح حتى لو راحت ترجع ما بتتاخر مشان الله يلي الله يوفقك وين راحت شو هي لك الكاندي كراش ما لقيت على تليفوني وين راحت هيا ليش ما قلت لك انه من الصبح بكير سحبته لجوالك وحطيت هاي كلمه السر هيك وفتحتها وحذفتها للعبه واذا مو عاجبه انتفي حواجبك وشو بدي اقول لك ديري بالك على جوالك ها لا لا بدي اقول لك شغله ثانيه بيت اهلك ليك وقريب من هون فيك تروحي طوبيل يا جميل محلى ماشي انا بورجيك رح ورجيك نتفي الحواجب على المضبوط انا بورجيك اذا ما برجعها صباح الخير استاذ اهلين بعودوا صباح النور
شو الثوث 340. لك شو هالورطة اللي ورطتني اياها لك ابو عبدو؟ بس ما راح خلي حدا بالجريدة يسبقني وخصوصي الاستاذ احمد. برافو عليك. هي استاذ عسيرة الاستاذ احمد قال بيقول لك مشان تبعث له هي المقترحات اللي قال لك عليها قبل اجتماع اللي شو اسمه المجلس الادارة. استاذ يا ذكرتني رح خلص المرحلة اكتب له اياها. ماشي استاذ. بدك شي استاذ؟ سلامتك. الله يخليك. تعال 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 بعكي ارواح. لوين استاذ؟ لك على اللعبة. شو هي استاذ؟ ارواح. انا يعني ما بعرف استاذ هيك هدول. هلا علمتني وصرت ما بتعرف. والله يا استاذ ما بعرف. انا سقفي لهون استاذ. بس اقول لك شغله استاذ، في الحقيقه اذا بدك تضل مدمن على هي اللعبه رح يجي قرار فصلك بالجريده استاذ. والله اسالني الي انا استاذ. ماشي يا بعبدو. بعبدو بعت لي ارواح. الله يا الله. عجبك يا لولا؟ عجبك شو عملت فيني ابو وسيم؟ خير؟ جوز عليكي؟ ولا شق لك صور السياحيه حول العالم؟ تخيل الله شو غليظه صايره. لا حبيبتي لو هيك القصه ما كنت زعلت. لكن شو القصه؟ تصوري لك تصوري في الصبح بمسك موبايلي بفتحه ما بلاقي عليه، بلاقي ما صح على الكاندي كراش. لك انا بعد ما وصلت لهالمرحله المتقدمه بلاقي ما صح. اه مشان هيك فايقه ابن الشحاده وبنتها. صراحه انا لما حل بطلقك. لك تضربي شو صايره غليظه ونفسيه. انا بورجيك انت الثانيه اذا ما برجع اليوم. لعبها استاذ احمد. يعطيك العافيه، حقك علي لهلا ما قدرت اوصل لك الاقتراحات. نص ماما. اهلين ماما. والله فكرتك الاستاذ احمد مدير التحرير. لا روحي لا ما في شيء، بس هو طالب مني شويه شغل لهلا ما خلصت له اياه. حقك علي يا عمري، والله انشغلت عنك هالفتره. ايه روحي ولا يهمك. خلص انا بخلص شغلي وفورا بدق لك. الله معك يا عمري. الله معك. الله معك. والله معها حق، لازم خلص شغلي. بس يلا بخلص هالمرحلة وبكتب له الاقتراح. تخيلي يا ماما، امبارح قصي خلاني نام وانا عم ابكي ولا حتى فكر يصالحني. والله أنا ماني ضد إنه يتعلق بشغله، بالعكس أحسن لي، أحسن ما يروح على القهوة ولا يشوف رفقاته، بس مو لدرجة يطنشني. تخيلي ما عاد سألني كيفك ولا شو عملتي؟ عم بحس حالي إني بجزيرة مهجورة لحالي. هلأ المرة شو بدها من جوزها غير شوية اهتمام وحنية؟ شو برأيك لازم أعمل؟ ماما شو أعمل؟ بشو؟ شو بشو؟ ورجيني بشو اللي هي. اه كاندي كراش. بس عم بسمعك تقبريني. بتعرفي شي حدا عم بيلعب كاندي كراش يعطيني ارواح؟ ولا اقول لك بلا، هلا بقدم الساعه 24 ساعه قوم تشتغل. يي استاذ انا بدي منك شغله كصحفي وكجار. امور ابو وسيم. شوفي انتو الصحفيين مو بتكتبوا عن وجع المواطن وهمه؟ مزبوط، بس انا اختصاصي فني، هذا مو اختصاصي. بتاتا غير مقبول هالحكي استاذ. القصه اللي بدي احكي لك يا راي عام صارت الناس كلها هيك مشغوله فيها. خلصني احكي. شوفي الكندا كراش كازوز. هذا شو بو؟ لك مو كازوز استاذ، اللعبه كاندي كراش. ايوه هي هي يا عيني عليك. هي شو شبهها استاذ؟ وين ما رحت وين ما اجيت العالم ماسكه هل شو اسمه وعم تلعب فيها هاللعبه. لك كل العالم كلها، لك حتى مرتي طنشتني بهي اللعبه. اي مو مشكله يعني قصه هيك مدري شلون. طيب انت شو مشكلتك بالموضوع؟ لك شو مشكلتي؟ لك الناس ما انا فاضي الا لهي اللعبه يا استاذ، والله ولا فاضي العالم. ايوه استاذ قصي انت شو رايك؟ شو؟ بالكراش؟ والله ما بعرف يعني، معك حق عم تحكي. أنا بدي أروح. بدك شيء؟ سلامتك الله معك. السلام عليكم. الله معك، مع السلامة. على أي الحلال أنت الثاني بتقضيها لعب بهي كندا كراش؟
روحي حطي لي شي القمه اكلها لبين ما اخلص هالمرحله كثير صعبه. ايه مالي طابخه شي؟ ما كنت فاضيه اليوم. ايه ما في مشكله، حطي لي حواضر، نواشف، اي شيء. مالي قدرانه، تعبانه كثير انا. لكن حبيبي روحي نامي انت، رح العب انا شوي بالكاندي كراش لبين ما تفيقي، وبفتح لي علبه طون باكلها. روحي ما تاكليها. ماشي يا قصي، لكن لا تنسى تخليها تجي الجليات قبل ما تنام جنبها. مين هي روحي؟ درتي الكاندي كراش. شو الغلاظة هي يعني؟ شو هالتصغير العقل؟ شو بدي أعمل؟ لازم لاقي حل بقى. اكسر له موبايله، بجيب غيره. يا الله مين بدي أسأل؟ لكن المشكلة كلياتهم نفس المصيبة، حتى أمي. مالي غير أمه، هي الوحيدة اللي رح تعرف شو لازم أعمل. أنا برجيك يا قصي. ألو، مرحبا ماما، كيفك؟ أنا كتير تعبانة، مالي منيحة. قصي؟ ما قصي هو السبب. طيب ماشي، لكن بجي لعندك ومنحكي. باي. أنا برجيك يا قصي، يا أنا يا الكاندي كراش تبعك. وملبس. يا حرام يا حرام على هالحظ. صايرين عم صعبوها كثير لآخر فترة. أنا رايحة بدك شيء؟ الله معك حبيبتي. يعني ما رح تسألني وين رايحة ومع مين رايحة وأنت راجعة؟ صحيح روحي وين رايحة؟ ولا قلي بس ترجعي بتخبريني وين رحتي ودير بالك على حالك. إيه؟ لا يا سيدي، رح أرجع وما رح خبرك شي. تخليك بهي دربت السخن الكاندي كراش. وقعك ها؟ وقعك حبيبي حدا يسبقك، ما حلوة بحقك لأنه يا عمري يا رولا، أنت أحلى حدا بالعالم. ليش بتخاف علي وما بدي ياني اخسر؟ لعيونك والله لا خسر لك ياهم كلهم. لقيتك معصبة قلت لحالي ما رح ساوي لك قهوة، قشرت لك هدول بايدي، كلي الله يرضى عليك. يسلموا ايديكي، رح اكل كرمالك. ها ان شاء الله الف صحة. ايه هاتي لنشوف. هادي يا مرت عمي قصي، من وقت اللي دب على هاللعبة الكاندي كراش ما عاد حكيت معه ولا كلمة، ولا عاد فاضي هو يحاكيني اصلا. تخيلي ما عاد سألني شو طابخة وشو عاملة، وحتى لما بده يلاقيني رايحة ما بسألني مع مين وإمتى راجعة ووين رح تعدي. تخيلي هلأ شافني لابسة وبدي أطلع، لك ما سألني وين رايحة. بدك تطولي بالك يا ماما، قصي مثله مثل كل هالشباب، كل مرة بيعلق شغلة، مرة بيلعب شدة، مرة بيحب يروح مع رفقاته على القهاوي. شو بدك تساوي؟ لك تعرفي بزماناته عمك الله يرحمه حذري بشو علق. طاولة الزهر ينام عليها ويفيق على هاللعبة هي. لا تتكركري والله العظيم عم حاكيكي جد، جنني. بعدين إذا بده يحاكيني حديث ما بيحاكيني غير بطاولة الزهر، هاد ربح. وإذا إجا حدا غالبه يا لطيف بجن. إيه وكيف بطل الهسوسة؟ يا ستي أنا حطيت نقري من نقر هاللعبة، قلت بدي أتعلمها، تعلمتها. وكل ما يجي على البيت صار يلعب معي لأني عم بتعلمها مني. بعدين يوم بعد يوم يوم بعد يوم صار ما عاد طلع من البيت بس بده يلعب معي. ويا ستي اجى اليوم اللي صرت اغلبه فيه. ايه شو ايه؟ ليش في رجال بيقبل انه مرته تغلبه؟ جن جنان وحذري شو عمل. شو؟ كمش هالطاوله وكسرها نصين وكبه ورا برات الشارع. وهي يوم وهداك يوم. يا الله شو صعبه هالمرحله. عم بدك تتعشى؟ ما بدي اتعشى. منشك معصيب؟ حبيبتي ماني معصيب، بس صار لي اربع ايام بهي المرحله ما عم بعرف اخلص منها. طب ورجيني كيف تلعب هاي؟ حبيبتي صعبه عليك، تعال علي. شوفي شايفه هدول الثلاثه؟ بدك تضربيهم بقلب بعض، يعني تصيبيهم مع بعض لحتى تنزلي الكرزه.
عرفتي؟ كثير سهلة. لك صعبة كثير، شو أنت بتفكريها سهلة؟ في مرحلة ضليت فيها شي 15 يوم. عن جد؟ إيه. طب بيبي قوم أنت تعشى وخليني أنا جرب العب. بس روحي ما تخبصي. لا لا. هذا حظ ما بتدقين حبيبتي. عن جد؟ طيب خليني العب مرحلة ثانية. بس هي نايت. خلص روح انت كفي عشاء. لك هي عملية. لك لا تعمل هيك. طيب انا حاتعشى وكمل نومتي يعني ايه؟ بفوت نام من عسل. هي 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 عملية. خلاص. لفوق. شو دخلك؟ قصي قصي ليك قوم قوم قصي ليك ما عاد عندي ارواح، انا طلع لي ارواح جديده. عم تفيقيني مشان الارواح. قصي الله يخليك قوم. خلص روحي بقى. ليك عم بقول لك اذا بتريد قوم. الله يخليك. شوفي روحي بتفوتي على التاريخ تبع الموبايل وبتسبقي الوقت لقدام. ايه بلشي لعبة. ان رجعتي على التاريخ ولا ما رجعتي نفس الشيء صار عندك ارواح. خلص خلص فهمت عليك. حطي عشان يقولوا انه مرته لا قصي شطوره اوكي. بس يعني لا تخلصي لي كل الارواح ما عاد عم يبعث لي. هاي كيفك؟ هاي بس هاي لفوق. خلاص روحتي عليك البنبون. بدي شوي مثل البيتزا. هاي يعني هاي لا تفوتي علي، خلص تركيها هاي لا تكبسيها. شو هالبومة اللي هون؟ وحيلا بتفيل الشحن تبع الموبايل. بتشوف؟ طب انت نام. بيبي هي البومة مرحلة جديدة بيبي. قصي ليك شو طلع لي؟ رولا انا امبارح مو سألتك على القميص قلتي لي مغسول ومكوي ومحطوط بالخزانة؟ حدا بيحط قميص وسخ بالخزانة؟ قصي خلص طالع غيره، في كتير بالخزانة. ليكني لبسته مجعلك كتير، شلون بدي اروح على الشغل فهميني؟ اف وضروري اليوم تلبس قميص، خلص البس لك شي بلوزه. قومي لكان قومي، قومي اعملي لي فنجان قهوه وحطي لي شي شغله اكلها قبل ما انقلع على الشغل. زين شو بيبي؟ انت ورايح على الشغل اشتري لك شي سندويشه، وبس توصل على المكتب اشرب قهوه. لك شو صاير لك انت؟ شو صاير لك؟ هاتي حط الرب من ايدك، هاتي للموبايل. لا خلي لي اياه هون، انت لبين ما تروح وتجي بكون خلصت لي انا شي 20 مرحله. حرزين. لا القصة زادت عن حدها. شو بدك تعمل؟ بدي امحيها لهي البطيخة الكندي كراش. خلصنا بقى خلاصة. انت نسياني انه عندك رجال هون بالبيت؟ ابدا لا تهتميتي بشي، لكل تيابي صارت وسخة. اسمعي رولا يا انا يا الكندي كراش، عم تفهمي ولا لا؟ خلاص. بديل الدبلي واطبع عجبينك هالقبلي هالليلي فيكي مكتملي وهيدا المطلوب
صرت رفيقة عمري وروحي، الحبيب اللي بتسكن روحي، اللي بتداوي همي وجروحي، وهيدا المكتوب. بشعلك أصابيع العشرة، انت بقلبي جوا وبرا، بكرة اسمك يحمل اسمي وتعمر بحياتي هالبسمي، حبك لدوب صار وقتا بديل التبلي، وضبع عجبينك هالقبلي، هالليلة فيكي مكتملي، وهيدا المكتوب. صرت رفيقة عمري وروحي، الحبيب اللي بتسكن روحي، اللي بتداوي همي وجروحي، وهيدا المكتوب. انتي اغلى شي بحياتي، رح حبك حتى مماتي، رح بتكوني صدر البيت لاني هيك تربيت بهالقلب الطيب.